يلا. 8 9 10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب العالمين، ودايما في أتم حال يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة عاملين فيديو جميل جدا جدا جدا، فيديو فوق الوصف. هيبقى فيه فيديو تحدي النهاردة، تحدي بس يعني ايه، قبل ما نبدأ في الفيديو عاوزين الأول ايه، نرحب بضيوفنا الجداد، نرحب بضيوف القناة الجداد اللي هيبقوا معانا في القناة بعد كده ان شاء الله، وكل فيديوهاتنا القادمة ان شاء الله. ومعانا أول ضيفة في القناة شمس. شمس هاي السنيورة شمس. طبعا شمس دي على فكرة يا جماعة هتبقى في فريق انا. شمس في فريق والبرنسيسة ايه، بص على دي والبرنسيسة كنزي. كنزي بقى في فريق انا، يعني ميرفت وكنزي في فريق، وانا وشمس في فريق تاني. هم سموا نفسهم فريق الزهور. ايوه احنا فريق الزهور وانتوا فريق ايه؟ واحنا فريق ايه؟ تلج. احنا اخترنا فريق تلج. انا مع فكرة مش انا اللي مختار الاسامي دي، انا ما اخترتش اسامي التلج ليه بس. لا انا شمس مختارة فريق الزهور. شمس هي اللي مختارة فريق التلج. نعم الاحلام ولا التلج يا جماعة؟ خلاص هو التلج. احنا فريق التلج انا وشمس، واحنا فريق الزهور، وميرفت وكنزي فريق الزهور. ايوه ومعانا اول تحدي النهارده على القناه. تحدي مين بقى؟ ايوه ايه بقى التحدي؟ ايه تحدي على وقوف اللي هيقف اطول مده على رجل واحده، مش على رجل واحده بس، لا على رجل واحده وعلى مشط واحد، يعني على مشط رجلك الثابته. انا مش هعرف اشرح لكم، وانا شرحت لهم، وهنشوف الفيديو عامل ازاي دلوقتي. مين اللي جاهز للتحدي؟ مين اللي يبدا التحدي الاول؟ يعني انا فريق اللي هيبدا الاول. انا فريق اللي يبدا الاول. استنى نلعب حجرة ورق مص. شمس وكنزي لعبوا حجرة ورق مص، واللي هيكسب من أول مرة هو اللي إيه. يلا شمس لعبوا حجرة ورق مص. حجرة ورق مص، مين اللي كسب؟ أنتوا اللي كسبتم؟ يبقى أنتوا اللي تبدأوا الأول. أنتوا اللي هتبدأوا الأول. كنزي فرحانة ليه؟ أنتوا اللي هتبدأوا الأول. يلا يا كنزي. ابدأ انت التحدي الاول. يلا تعالي نهوت. استنوا سهل، نسيت اقول لكم العقاب يا جماعه، في عقاب جامد قوي وحاجات كتير هتاكل، ليمون وتوم وبصل وفلفل وكله في القرعه هنا، وفي شطه كمان. يلا كنزي، يلا يا كنزي ابدأ التحدي. لا على مشط رجل واحده. لا نزلت رجليها، نزلت رجليها، ارفعي مشط رجلي. استنى احنا المفروض عشان نعرف هي هتقعد وقت قد ايه نعد. نعد لحد كام؟ لحد ما يكون بقى مثلا كنزي هتقف لحد رقم كذا، شمس لحد رقم كذا. خلاص هنعد كلنا لحد رقم 10. ماشي؟ استني، لا مشط رجلي. يلا ابدأي تاني. يلا ها. 1 2 3 بس خسرت. انت ليكي 3 محاولات كده، اول محاوله خلاص خسران. نعد من تاني. يلا 1 2 3 خسرت. خلاص خسرت، حط ايديها على البدايه. خسرت، فاضل كده باقي لك محاوله واحده. هنخسر كده باقي لك محاوله واحده. يلا ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خسرت على رقم 9. لا هي وقفت لحد 9. يلا انت كده ايه؟ لا انت كده كسبتي. احنا كسبان ايه؟ كسبان الجدول. طب اساليهم انت، انا اقول لهم انا كسبت ولا خسرت؟ انا كسبت ولا خسرت؟ انت خسران. لا كده يلا احنا بقى الفريق بتاعنا كده، الفريق الزهور خسر من 3 جولات. لا كسب في جولة واحدة، هنعتبرها ان هي كسبت جولة واحدة. ايوه كسبت جولة، جولة واحدة من 3 جولات. فريق التلج بقى اللي هو احنا هو اللي عليه الدور. تبدأ يا شمس انت اللي هتبدأي. يا ربنا. طب يلا ابدأي التحدي. 3 جولات يا شمس، بص عايزك تجيبيهم قطع على طول. طيب. هتقدري؟ ححل. ها تحدي، يلا ابدأي التحدي. ابدأ يا شمس. 1 2 خسرت. لا على فكرة استني بقى، استني كنزي كان لها أول مرة خالص، ما كناش عدينا فيه. هنبدأ بقى الجولة الأولى من دلوقتي. شمس بقول لك ايه، انت شافي كده؟ ماشي انت شافي. يا استنى اقول لك، يلا ابدا. 1 2 3 4. لا هي بتتحرك ليه؟ عادي تتحرك طبعا، ما نزلتش رجليها. طالما ما نزلتش رجليها خلاص. طالما بتقول ايش؟ ما لو مشيت هتقف عادي. ازاي؟ لازم تثبت على رجليك. خلاص يا شمس بطل لهم الحجه بتاعتك، اثبتي مكانك. هنبدا من الاول. يلا ابدا. يلا واحد. هنبدا. يلا 1 2 خسرانة أول جولة. شمس خسرت أول جولة، هتخسرينا يا شمس، هتودينا في داهية أنا عارف. يلا اقف على مشط رجلي. 1 2 3 اثبت. ها ها
ده 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 خلاص ابدأ من تاني. فاضل اخر جوله كده احنا خسرنا جولتين يا شمس. استني بقى بص بقى ايه عاوزين فهمتس. ركز خد نفس عميق طلع من بقك ابتدي ابدا يلا 1 2 3 4 5 عاش عاش 6 7 عاش خسرت الثلاث جولات. لا كنزي ايه يا كنزي كنزي وصلت لرقم 9 ايه كنزي وصلت لرقم 9 اه صحيح في ثالث جوله كنزي وصلت لرقم 9 عشان ماشي الدور بقى على مين على الحجه على الحجه لا ما هي تخش بقى تعمل التحدي بتاعها وبعدين انا ابدا ايه انا يعني انت اللي تبدا التحدي ايه؟ يلا عدي لي يا استنى استنى الحاجة اللي هتبدا التحدي عدوا لها يلا اول جولة خسرتها خلاص اول جولة خسرتها خش الجولة الثانية والله العظيم وقف وعدى عند 8 ماليش دعوة لا يلا لا دي كانت عمالة تقول بسرعة ليه بتقول بسرعة؟ يلا كسبوا التلج لسه فاضل انا على فكره انا لسه فاضل تعال انا لسه ما عملتش التحدي بتاعي تعال ورينا انا لسه ما عملتش التحدي بتاعي وحش فريق التلج يا جماعه هو اللي على الدور طبعا بعد فوز فريق الزهور هنشوف النتيجه وديتينا في داهيه خليتي شمس زعلانة خليتي فريق كنزي مبسوطه بوابين. فريق الزهور كسب خليتي فريق البوابين يكسبونا هحاول انا اصلح اللي انت عملتيه بقى ورينا هتعمل ايه يعني هعمل ايه هبهركم يلا ماشي يلا انا جاهز وانا جاهزه يلا يلا 1 2 3 هاي ادي 1 خسر ادي اول جوله خسرت ماشي يلا خسرنا من اول جوله شجعني يلا يلا 1 2 انت موقف رجلك اصلا انت كمان موقف رجلك بتهزر موقفك كده هلا والله مش عارف خلاص الجوله الثانيه من لا لسه الجوله الثانيه نبدا ثاني 1 لا منزل رجل ماشي لا يا جماعه رفع رجله 5 6 ايه الثانيه فشل 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 سريع يلا ماشي ماشي يلا عايزين بقى نكسب يا بابا عايزين نكسب يا بابا ماشي ماشي 1 عدوا 1 الله يلا ارفع رجلك 1 2 3 4 5 6 7 8 انا وصلت العشرة انا وصلت العشرة انا وصلت العشرة وكنزي وصلت لكام لتسعة واحنا فريق واحد احنا الكسبانين احنا الكسبانين خدها يا حبايبي تحيا فريق الزهور النتيجة النهائية يا جماعة بتاعت التحدي فوز فريق الثلج استنى بس فوز ايه فوز ايه احنا اللي كسبنا فوز فريق الزهور ماشي فوز فريق الازهار الزهور اساميهم غريبه ما حلو علينا. عجبانا فوز فريق الزهور في التحدي وانا والمسكينه دي هتخسرنا شمس كئيبه ينفع انت اللي ضيعتينا لا لسه يعني هو انت اللي عملت قوي لسه يلا بينا يلا بينا ننسحب ونمشي لا مفيش انسحاب انا انسحبت لا انا مش واكل حاجه لا لسه في عقاب مالناش دعوه فين العقاب اهو في ورقه فيها ليمون ورقه أيوة. فيها شطه ورقه فيها ملح مرق الدجاج ايوه يعني انا هختار ورقه وشمس هختار ورقه ماشي انتوا حظكم يا حلوين شمس انا هختار اول ورقه ليا بعد كده من الورق انت هتعمل لها السحر خدت ورقه ولا اتنين خدت ورقه واحده طيب. خدت الورقه بتاعتي يعني شمس خد الورقه الورقه ديت مكتوب فيها ايه بقى مرق الدجاج ايه اختار يا شمس ورقه اخد ورقه الدجاج
علشان على الله يطلع لي شطه كده ولا حاجه تلهلب. دي فريقك على فكره. ايه يعني ما ناكل مرق الدجاج؟ ليمون. طب انت جاي تبدل؟ ماشي اوعي. قلنا هنبدل يا جماعه، هاكل الليمون وهي تاكل مرق الدجاج. ده حر. ده انا دوت المرق الدجاج كده يا عم. الليمونه انا هاكل، انا هاكل الليمون والله. وانت انا بقى يا جماعه اللي هجيب لهم الحاجه دي العقاق. وانا كمان اللي هجيب الشاي. انا هاكل مرق الدجاج. ماشي عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ ها احنا خسرنا التحدي يا جماعه. بس على فكره ده لا اول ولا اخر تحدي على فكره. حظ المبتدئين يعني زي ما انت شايف. ماشي كل واحد بيكسب. اه في ناس بيخرب وفي ناس بيكسب. احنا ربنا عايزنا كده. ايوه احنا ربنا عاوزنا كده. احنا على طول بنخسر يعني. ماشي احنا مستنيين العقاب بتاعنا. حانت لحظه العقاب. كنز طبعا فرحانه عشان هي كسبت. صباح الفل. شمس طبعا زعلانه. كل يا شمس كل على الاقل الليمون مفيد يعني. طبعا يا جماعه احنا قاعدين مستريحين دلوقتي وبنضحك مستمتعين. بحب اشوف يلا يا شمس حطها كلها في بقك. كلها بشها. ايوه ما هو ده العقاب. اه ده انت اللي كاتبه ورق العقاب كمان. يلا يلا كلي بقى عشان ناكل. هنبدا سوا مع بعض. يلا وانت كمان هتحط مرقه الدجاج كلها. طيب اهي. ايه والله مرقه الدجاج اهي. اهي اهي يلا كل الليمونه. مش عارف اكلها كلها. طب اقطعيها باسنانك بقى. يلا يلا يا شمس حطها كلها في بقك. مش عارف مش هتتبلع انت هتندغيه. واسامه طبعا. يلا يا هشام. شفتي يا جماعه احنا هزرنا وضحكنا ولعبنا تحدي وعملنا كل حاجه حلوه النهارده. بس طبعا كل ده بعد شمس كنزي خلصوا المذاكره بتاعتهم. طبعا ولسه شمس مسمعه دلوقتي وكنزي خدت شهاده تقدير. كنزي واخده شهاده تقدير وشمس واخده شهاده تقدير. شهادات تقدير متعلقه هناك على الحيطه اهي يعني عشان الاطفال اللي بيتفرجوا علينا ما يفكروش ان احنا بنقعد نلعب ونهزر بس. لا احنا عشان هم ذاكروا وشمس سمعت كويس فاحنا كافئناها ان احنا قعدنا نلعب وعملنا لها فيديو معانا. بالظبط كده. فالاطفال يعني عايزين تلعبوا وتهرجوا خلصوا واجباتكم الاول ودروسكم وتمنعوا تجيبوا درجات حلوه في الامتحان. وبعد كده بقى هتزروا وتضحكوا بقى واعملوا تحديات زي ما انتم عاوزين. وطبعا يا جماعه دي شهادات التقدير اهي. دي بتاعت مين؟ بتاعت شمس اهي. دي شهاده التقدير بتاعت شمس اهي في الرياض. اه وشهاده التقدير بتاعت مين تاني؟ ودي برده بتاعت شمس في الانجليزي. الله يا شمس برافو. حطيها وسام كده. وفين بتاعت كنزي؟ ودي برده انجليزي. لا بتاعت كنزي عند ماما. وبتاعت كنزي عند جدتها هناك. دي شهادات التقدير بتاعت شمس. ومش كده وبس، لا ده في شهادات تقدير كمان هنا. دي شهادات تقدير متفروزه بقى. دي لسه متعلقه على الحيطه. فطبعا اهم حاجه طبعا المذاكره. فطبعا اهم حاجه المذاكره للاطفال اللي بيتفرجوا علينا. وذاكروا واسمعوا كلام بابا وماما. اه طبعا دي اهم حاجه. وما تنسوش بقى ايه تشتركوا في القناه وتدوسوا اللايك الجميل بتاعكم. ليه مشتركوا في القناه؟ اشتركوا في القناه يلا. اشتركوا في القناه. ايوه ايه تقول ايه؟ ما تنسوش تعملوا لايك. استنى استنى لا قول لهم يا كنز. اشتراك. لا استنى أيوة. خليها تقولهم ورا بعض يا اسامه. استنى طيب يلا قول. تعملوا لايك عشان اجيبكم كل جديد. ايوه عشان كل ما كنزه تتشطر وتاخد شهاده تقدير هخليها تعمل فيديو حلو وتحدي حلو معانا هي وشمس. يا رب نكون اسعدناكم كده وضحكنا سوا. وان شاء الله انتظروا الفيديوهات الجديده والتحديات الجايه كلها. يلا مع السلامه.